بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري إن شاء الله. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق. هذه العينة عبارة عن عظمة ديناصور، عفوا، هذه عظمة ديناصور عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة. بعد دراستها تحت المجهر التشريحي تيقنت أنه يوجد خلايا دم متحجرة في هذه العينة. طبعا درست المنطقة السطحية العلوية للعينة واكتشفت عينات كثيرة جدا من يعني بكتيريا ومخلوقات كثيرة جدا وميكروبات، وأيضا شفت خلايا متحجرة للعينة. طبعا هذا الجزء ممكن يبين لنا أن يوجد النخاع العظمي، جزء من النخاع العظمي مثل ما تلاحظون، وهذا أيضا جزء من النخاع العظمي إذا أنتم يعني تشوفونه عدل مثل ما تلاحظون. هذه النقاط عبارة عن جزء من النخاع العظمي. طبعا ممكن تلقى عينات من هذا النوع، لكن نادرا جدا انك تشوف خلايا دم او يعني خلايا للحين يعني سليمة، بالذات يعني الخلايا الرخوة نادر جدا انك تلقاها الا داخل عظمة كبيرة جدا وداخلها جزء من الخلايا الرخوة أو السائلة. طبعا هذه العينات نادر ما تجدها يعني مثل ما تلاحظون. تم تشريحها في المجهر التشريحي وأخذ عينات، وصراحة يعني نحتاج إلى بحوث كثيرة جدا في عظام الديناصورات بالذات يعني وعظام الثدييات القديمة يعني المنقرضة، ممكن تلقى يعني أشياء كثيرة جدا داخل هذه العظام. موضوع شيق جدا للبحث يعني في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.